السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود أن نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي، وأنا ولي الدم. احنا اعتبرنا العزاء حزانة. اريدها منك والله، اريدها منك سيدي. عيسى بقى بحياتك وشام اخوي ودم يمي ان شاء الله، والقطره سفر اللي بتكون. يقولون اغانيكم حزينه، يقولون اغانيكم حزينه، هو احنا يا عم ايش بدنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم الموضوع سيكون عن تعاظم نفوذ الميليشيات في العراق وسط عجز حكومة مصطفى الكاظمي عن معالجة هذا الملف الشائك الأخطر يعتبر في العراق، وهو نفوذ الميليشيات المتعاظم والسلاح المنفلت وفقدان السيطرة التامة على الملف الأمني في العراق. مجلة الفورين بوليسي الأمريكية أكدت أن بقاء نفوذ الميليشيات الموالية لطهران في العراق يضع مصداقية رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي على المحك أمام واشنطن التي يسعى لضمان دعمها الاقتصادي. أضافت المجلة أن استبدال تلك الميليشيات بقوات أمنية تابعة للحكومة يعد معضلة خطيرة، وبيّنت أنه منذ العام 2003 أصبح الأفراد الذين تربطهم صلات بالميليشيات وزراء ومشرعين وقادة في الجيش والشرطة ومسؤولين كبار في الحكومات المتعاقبة. يعني عناصر وأفراد الميليشيات أو من يرتبط بالميليشيات في العراق أصبحوا يملكون مناصب مهمة في الدولة. إذن هذا الموضوع يعطيهم الحصانة القانونية، يعطيهم الامتيازات القانونية وكذلك السطوة الموجودة على الأرض بالسلاح المنفلت طبعا وفقدان السيطرة، غياب القانون هو العامل الأساس طبعا لهذا الموضوع. إذن المشاهدين الكرام، هل سنرى في المستقبل حكومة الكاظمي وهي تقوم بسحب السلاح من يد الميليشيات؟ وإذا كان هذا الكلام وارد، لماذا لم يطبق حتى هذه اللحظة؟ كم من حكومة بعد الاحتلال وعدت بسحب السلاح من يد الميليشيات ولم تقم بذلك؟ كم من حكومة جاءت بعد الاحتلال وعدت بإنهاء العنف واستتباب الأمن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحصل أي من هذا الشيء أو من هذه الأشياء التي وعد بها العراقيون، ويبقى السلاح الآن منفلت بيد الميليشيات؟ بل هناك أمور سنتحدث بها إن شاء الله في هذه الحلقة تثبت أن لا دولة في العراق، لا قانون، ومن يحكم بالفعل هو السلاح والميليشيات. إذن منظمة Human Rights Watch تتحدث أيضا عن موضوع الاغتيالات في العراق والسلاح الموجود في يد الميليشيات، وكذلك الاستهداف المستمر للناشطين في التظاهرات. تقول المنظمة أن تكرار عمليات استهداف الناشطين في محافظة البصرة يبرز استمرار نهج إفلات المتورطين من العقاب ومحاولات الميليشيات لإسكاتهم. المنظمة قالت أن الوضع في العراق يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على الشارع العراقي، وبينت أن هذه الميليشيات تقوم بتنفيذ جرائمها أمام أنظار الجهات الحكومية. هذه كارثة، هذه بحد ذاتها كارثة، فيما حذرت من استمرارها في عمليات الاغتيالات التي تقوم بها ضد أعضاء المجتمع المدني.
مشاهدينا الكرام، الحاصل كما شاهدتم في محافظة البصرة، كانت هناك انتهاكات خطيرة تتم على يد الميليشيات، وكانت هناك قوات حكومية تؤمن لهذه الميليشيات تحركاتها. في الناصرية جميل الشمري استغل قوته أو السلطة العسكرية التي لديه وقام بقمع المتظاهرين. إذن هناك وجهان لعملة واحدة في العراق، الميليشيات وكذلك القوات الحكومية التي كما تقول فورين بوليسي هي جزء لا يتجزأ من الميليشيات الموجودة في العراق. معنا اتصال السيد شاكر من بغداد، تفضل يا شاكر. شاكر من بغداد، السيد شاكر موجود؟ فقدنا الاتصال مع السيد شاكر من بغداد. موجود شاكر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أستاذ محمد، أخبارك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. أنا سبت خارج بديت المعرفة اليوم الموضوع البرنامج صوتكم على شنو؟ نعم سيد شاكر، الموضوع اليوم عن تعاظم نفوذ الميليشيات في العراق. الآن الوضع في العراق خطير جدا بسبب فقدان الحكومة السيطرة على الميليشيات، على السلاح الموجود في الشارع. أصبحت الآن الميليشيات لديها قوة عسكرية تضاهي ما لدى الدولة. احنا نسأل، نقول الوعود اللي يطاها مصطفى الكاظمي بسحب السلاح من يد الميليشيات شلون يقدر ينفذها ومتى سينفذها؟ اخي محمد، نعم كم حكومة أجلت لها لحد حد مصطفى الكاظمي؟ كم حكومة أجت وأنطت وعود سحب السلاح من يد الخارجين من القانون؟ مو صح ولا؟ صحيح. زين قل لي، يعني هسه هو مصطفى الكاظمي أخي هو الرجل ما يقدر على شيء، لأن السلطة مال الميليشيات اللي تدور وتضرب وتعتقل وتقتيل اختارت الناس وكثرت اقوى من مصطفى الكاظمي واقوى من هذه الحكومه. الحكومه هذه اخي استاذ محمد فقط بس بالكلام، بس بالكلام باللسان. نعم. اما الميليشيات، الميليشيات مدعومه دوليا، مدعومه في العراق، مدعومه من حزب الله. حزب انا ما اسمي حزب الله لان انا حزب الله هم القائلون، لازم كنا اقول عليه حزب الشيطان. نعم. إيش كم أشوف إيران، الأذرع الإيرانية وين مكت؟ بلبنان، باليمن، دمرت اليمن، دمرت لبنان، دمرت سوريا. نعم. والآن قاعد تدمر بالعراق يوم عن يوم ويوم أسوأ من يوم يا أخي. نعم. زين إيران دول مو عراقيين؟ من هو مصطفى الكاظم يقول أنا عراقي وأني جيت لأجل الشعب وجيت لأجل معاناة الشعب. نعم. زين دول يتكترون مو عراقيين؟ زين المعتقلين بالسجون دول مو عراقيين؟ نعم. زين هاي الشعب العراقي اللي صار من 11 سوى 20 الى علينا نهاية شهر الثامن قاعد يقتالون وقاعد يتقتلون يا استاذ محمد، دول مو عراقيين دول. اما الحكومه العراقيه اخي محمد، الحكومه العراقيه ما بدها شيء، الحكومة العراقية ما تريد شيء. هذه مو حكومة، لو حكومة عراقية وتحب وطنها وتحب شعبها وتريد الشعب الخير وتريد الدولة الاستقرار. نعم. ما خلت كان سحبت السلاح من يد الميليشيات. شلون إذا مصطفى الكاظمي يريد يصلح وهو ما عنده سلطة ولا قدرة على إيقاف الملف الأهم وهو ملف الميليشيات اللي موجودة في العراق؟ اخي محمد عادل عبدالهادي قال قبله عطش يد من حديد. نعم. والمالكي قال والعطادي قال والجعفري وعلاوي. نعم. وكلهم قالوا الكلمه. اخي دول محمد دول سمعان كم يقول حاطينه شلون صنم يفرون به. نعم. مصطفى كاظمي كذلك استاذ محمد. مصطفى الكاظمي ترى ما راح للولايات المتحده وما انطى وما اجتمع ويا ترامب ولا اجتمع ويا الكونغرس الامريكي اذا مو مكتوبه له ورقه من نيران، وراح قرا الورقه اللي كتبوها له ورجع. ايش سوى؟ نعم. راح لايران قبل ما يروح لامريكا. ايش سوى للعراق اخي سالم محمد؟ العراق يوم اسوء من يوم.
والعراق تدمر والشعب العراقي. أنا أقول لك إذا ما يقوم الشعب العراقي، إذا ما يقوم يتكاتف إيد وحدة من شماله إلى جنوبه، أنا أقول لك والله يا أستاذ محمد العراق يعني متجه إلى انهيار. شكرا جزيلا سيد شاكر، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو عمر من الأنبار، تفضل يا أبو عمر. أبو عمر، السيد أبو عمر من الأنبار، تأكدوا فقدنا الاتصال مع أبو عمر. طيب سعد من الكويت، تفضل يا سعد. احنا يا استاذي يا محترم، مش احنا اخوانكم في العروبة، مش احنا اخوانكم في الانسانية، مش احنا اخوانكم في الاسلام. ايضا يا استاذ يعني بالنسبة للقناة هو ايضا البرنامج ما تتمنى يتطرقون لقضايانا، يعني يفهمون اعلام يا استاذي. وكذلك بالنسبة للعراق يعني يا استاذي، سحب السلاح يد الحكومة والبرلمان والمرجعية، يعني خطوة خطوة بالتدريج يا أستاذ، يعني متى ما بنيت اليوم بل بست أيام يا أستاذ. بالنسبة للكلام الأخير يا أستاذ اللي حبيت أذكره وأقوله لك، بالنسبة بأمر حكومي طال عمرك عراقي، جاءت يا أستاذ أمريكا تحميكم من داعش، تنظيم داعش. وكذلك بالنسبة ايضا يا استاذي للجمهوريه الاسلاميه، جاءت تحميكم من اسرائيل، هذا كلام طال عمرك معروف. يعني الحكومه في العراق تحمينا من داعش. طيب يا سعد انا اشكرك، والجمهوريه الاسلاميه تحمينا من اسرائيل، هكذا يرى السيد سعد من الكويت. حكومه ما بعد الاحتلال اللي هي حكومه نور المالكي هي من أدخلت داعش إلى العراق، وهذا معروف للجميع. وكيف أن القوى العسكرية انسحبت فجأة من الأنبار ودخل التنظيم، هذا التنظيم المتطرف الإرهابي اللي دمر العراق، وطبعا ساهمت بتدميره حكومات ما بعد الاحتلال. لولا الطيران الأمريكي والتحالف الدولي لما استطاعت هذه الحكومة أن تخطو خطوة واحدة، بسبب الفساد الموجود في المؤسسة العسكرية، بسبب الخيانات التي حصلت، بسبب الضعف، بسبب عدم وجود عقيدة قتالية، بسبب وجود فساد حقيقي في هذه المؤسسة لم ينشئها بالشكل الصحيح، وطلعوا لنا بالحشد وكذا. إيران الجمهورية الإسلامية كما يقول سعد هي التي حمتكم من إسرائيل في الحرب العراقية الإيرانية. وباختصار شديد حتى لا نطول، هذا كلام لأنه يعني مردود على صاحبه، في الثمانينات الجميع يعرف قضية إيران كونترا أو إيران جيت كما سميت، هي الصفقة التي أبرمتها إيران مع الكيان الصهيوني للتسليح للحصول على سلاح بوساطة أمريكية من أجل قتل العراقيين. وربت إيران مجموعة من الخونة العراقيين المحسوبين على العراق الذين قتلوا أبناء بلدهم مثل هادي العامر وغيره، والآن يحكمون في العراق. وإيران هي التي نشرت الميليشيات التي الآن تعيث في الأرض فسادا، وهي التي سيطرت على النظام السياسي باعتراف هذه الشخصيات، باعتراف السياسيين وباعتراف الميليشيات. وإيران التي الآن تقتل بالعراقيين على نمط طائفي، وتهجر لتغيير ديموغرافي ديالا مسيطر عليها ميليشيا بدر التابعة لهادي العامري، والجميع يعلم هذه القصص. ولا يخفى على أصغر طفل في الوطن العربي ما الذي تفعله إيران بالدول العربية المحيطة، ولما يوصلك النار ساعتها تحس باللسعة. أبو الحسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخوي عصام، حييك وحيي محمد البطلة وياك. التي تنقل الحقائق ما يجري في العراق وعلى الساحة العراقية وعلى ثورة تشرين، حياك الله. أستاذ محمد، احنا نعرف أول ما استلم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء نتيجة الضغط الشارع أو نتيجة ضغط الثورة، ثورة تشرين من قبل الشباب، أرادوا تغيير جذري للعملية السياسية، لأنه العملية السياسية جاء بها الاحتلال الإيراني، العفو الأمريكي والإيراني. وإحنا نعرف أنه هيمنة إيران على الساحة العراقية وعلى السلطة العراقية باتجاه الميليشيات، دعم الميليشيات. فنشوفه أول ما استلم رئاسة الوزراء راح زار مقر الحشد الشعبي واستقبله فالح البياض
شلون ادى تحيه الى الميليشيات او قاده الميليشيات وانتم حضراتكم كنت تطلعون هذه الفيديو. نعم. فهو جزء من العمليه السياسيه. ما ممكن انه الكاظمي ياتي في شيء جديد. نعم. وانما الشيء الجديد بالتغيير الجذري للحكومه العميله لايران وامريكا، احنا نعم. نعرف انه الحكومه جاء بها الامريكان جت بها من مجلس الحكومة ولحد الان ثم سلمت امريكا الساحه العراقيه والسلطه الى ايران بعد انسحابها، وايران عندما انسحبت من ايران عندما انسحبت امريكا من العراق قالت ايران سوف نملا الفراغ الامني. طيب سؤال سريع يا ابو الحسن حتى لانه الناس دا ينتظرون، سؤال سريع، هل تعتقد ان مصطفى الكاظمي يستطيع سحب السلاح من الميليشيات ومحاسبه او معاقبه هذه الميليشيات على انتهاكاتها؟ ما ممكن، لن يستطيع الكاظمي ان يحاسب او يسحب السلاح من الميليشيات، دليل انه كانوا وياك بدليل انه سبق رؤساء الوزراء من الحيدري الى عادل عبد المهدي، اول ما استلموا رئاسه الوزراء قالوا راح نسحب الاسلحه من الميليشيات، هم غير قادرين لانه الميليشيات اقوى من السلطه، وبالتالي نفوذها في الاجهزه الامنيه وقاده الميليشيات هم اقوى من الاجهزه الامنيه وقاده الاجهزه الامنيه، والاجهزه الامنيه والقاده هم اسرى الان لدى الميليشيات، وقت ما يريدون يعتقلون من القاده في الجيش او في الشرطه او في الاجهزه الامنيه. وضحت الفكره يا ابو حسن، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. السيده ام حسين من الموصل، تفضلي. ام حسين من الموصل، فقدنا الاتصال. ابو علي من النجف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه الى اطراف حياك الله الشريف الاصيل. الله يسلمك. والله استاذ محمد خطي هاي شغله معروفه، هو هذا الكاظمي من الجابه احزاب. نعم. شافوه زين وهم يتحكمون به. من المظاهرين شكل القتلة هذا كله كذب، كل هذا أفلام ويسووا علينا ويخدمون وش تنتهي الشغلة؟ نعم. هذا كله مدعوم من إيران. الله إذا خلصنا من إيران إحنا بخير. إذا الله خلصنا من إيران ومن ذول اللي جو من إيران العامري والطيران وذول الشكل اللي دمرتنا، الله بخير إن شاء الله إحنا بخير. نعم. ان شاء الله وصلت على خلصت من ايران ومن هاي شكل تعبان. والله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد ابو علي من النجف، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. طبعا في اطار هيمنه الميليشيات كذلك مشاهدينا الكرام المسيطره على اغلب مفاصل الدوله، طردت ميليشيا علي الاكبر، هذه ميليشيا ايضا منضويه ضمن ميليشيات الحشد او ما يسمى بالحشد الشعبي، طردت موظفي مبنى محافظة الأنبار. أكدت مصادر صحفية أن الميليشيات استولت على مكاتب الموظفين بعد طردهم دون سابق إنذار، وطبعا هذا الموضوع الميليشيا من خلاله تسعى لفرض سيطرتها العسكرية والاقتصادية والإدارية على محافظة الأنبار. هذه الأمور تحدث وفي العراق شيء اسمه جيش وشيء اسمه شرطة وكذلك شيء يسمى حكومة، أين هؤلاء من ميليشيا تحمل السلاح؟ وفق الدستور الموجود حاليا، الدستور الذي وضعه الاحتلال والذي صاغته هذه الحكومات أو هذه الشخصيات الموجودة ضمن الحكومة، يمنع على السلطة أو يحظر تشكيل ميليشيا تحمل السلاح خارج إطار الدولة. إذن كيف نرى هذه الميليشيات يزداد عددها يوما بعد آخر وتتغير الأسماء بسلاح منفلت بفقدان سيطرة تامة على الوضع الأمني في العراق من قبل حكومات ما بعد الاحتلال؟ في رسالة لدينا تقول إحدى المشاركات، السلام عليكم أستاذ محمد، أنا زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل والحد هسه ما نعرف عنهم شيء،
زوجي مريض وأولادي بعدهم أحداث. زوجي بشير عبد الله سويدان وأولادي كرار بشير عبد الله وحيدر بشير عبد الله. وين مصطفى الكاظمي من يقول أنا ويا المظلوم، أنا زوجي وأولادي الله وكيلك مظلومين. طيب من معنا لا؟ في رسالة أخرى. طيب قبل الرسالة معنا السيد أبو هبة من الناصرية، تفضل يا أبو هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا تقريبا بستمع مكالمات أو 8 البارحة. نعم. اليوم 7:30. طيب. البرنامج. نعم. عبرت ودقوا عليه الرافدين مشكورين يعني. نعم. ودقيت أكثر من 7 مكالمات ما حد رد عليه. أبو هبة حضرتك تعرف هناك مشكلة يبدو بالاتصالات مع العراق، الشبكات يبدو بها مشكلة، لأنه احنا أيضا دنواجه في أغلب برامجنا تقطيع بالصوت وكذا. عموما تفضل أبو هبة، أهلا وسهلا بك بالحلقة، وتفضل أعطينا رأيك بالموضوع. أبو هبة يبدو أنه فقدنا الاتصال مع أبو هبة. استقبلنا اتصالك يا أبو هبة ونعتذر إذا حاولت أن تتصل وما استطعت، وكما تفضلت اتصلوا بك الإخوة في القناة. ويبدو هناك مشكلة مشاهدين الكرام بالاتصالات في العراق، يعني دائما ما نفقد الاتصال مع الإخوة المشاركين. عموما سؤال من أحد المشاركين يقول: عندما نقول سلاح ميليشيات وسلاح دولة، ما الفارق بينهما؟ والكل يعلم أن الميليشيات هي الدولة الرسمية منذ 2003، ووالله ما الدولة التي تقصد إلا لتثبيت شوكة الميليشيات، العراق لم يعد كالعراق. نعم هذا كلام من الناحية العملية، لكن نحن عندما نتحدث من الناحية النظرية، من الناحية النظرية هناك شيء يعترف به العالم اسمه حكومة عراقية، وهذه الحكومة مشكلة من وزراء ومن رئاسة مجلس وزراء ومن نواب برلمانيين، وهذا الشكل النظامي القانوني الذي نراه في أغلب دول العالم. لكن في العراق هناك اندماج كما قالت فورين بوليسي. عندما تقول المجلة الأمريكية وتذكر بأن أغلب هذه الشخصيات المتواجدة في السلطة الآن لديها ارتباطات بالميليشيات، ربما تكون هي جزء من ميليشيا أصلا، خرجت على شكل نائب برلماني، على شكل وزير، على شكل مسؤول في الدولة. لكن من الناحية النظرية نعم نحن نذكر هذه الأمور، وهو أيضا لتبيان حقيقة الأشياء الموجودة في العراق لمن لا يزال يعتقد أن العراق فيه نظام قائم وفيه دولة وفيه حكومة. في رسالة من السيد أبو حاتم، طيب رسالة طويلة. أبو هبة عاود الاتصال بنا مرة أخرى، تفضل يا أبو هبة. ألو. تفضل ابو هبه حياك الله. استاذ محمد السلام عليكم. شلون؟ استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. استاذ العزيز. الله يسلمك، حياك الله. حبيبي بالنسبه للاحداث. نعم. بالناصريه خصاص اخص لك بالناصريه يعني. نعم. بذي قوار. نعم. احداث لا مرجع ماكو. احنا طلعنا شبولات وهذه فشل يعني فلت المخرات ماكو، حرقناهن فلتناهن ماكو مرجعية. نعم. بعد نعم. طيب هذه بالنسبة للاحزاب. طيب بعد شنو المطلوب من عندنا احنا، شو نسوي ابو هبة؟ الان مدينة الناصرية اصبحت صراحة يعني اصبحت ايقونة ثورة تشرين، يعني محافظة ذي قار بشكل عام الآن بصراحة هي تتصدر المحافظات العراقية المنتفضة بالطريقة التي تعاملت بها مع الأحزاب والميليشيات. أنا أريد أسأل حضرتك بموضوعنا اليوم، هو مرتبط ارتباط مهم للغاية مع موضوع حلقة 7:30 اليوم أو 7 اللي صارت من برا فدي. عندكم بالناصرية كما تفضلت الأحزاب والميليشيات مسيطرة وأنتوا قضيتوا على هذا الموضوع. الآن كيف تستطيع الدولة أن تقضي على الميليشيا؟ أنتوا أفراد مواطنين استطعتوا أن تخلصوا مدينة الناصرية أو محافظة ذي قار من الأحزاب والميليشيات، الدولة ليش عاجزة عن هذا الموضوع؟
والله أستاذ محمد، أستاذ محمد نعم، قسما بالله الأحزاب ماكو مرجعية بذيقار بساءة يعني. نعم اليوم طلع قبل كم يوم طلع شفلات فلش المخرات كلها. نعم حرقناهن وفلشناهن ماكو مرجعية بعد أي حزب ما يرجع للناس يدوم. طيب بعد أنا ماشي كلامك سليم. أنا سألتك يا أبو هبة، أنتوا مواطنين بسطاء وقدرتوا تخلصون محافظتكم من الميليشيات والأحزاب. الحكومة ليش ما تقدر تخلص العراقيين من الميليشيات؟ فلشنا مقراتهم وحرقناهم وفلشنا وطلعنا شغلات ودمنا على رؤوسهم. بعد ماكو أحزاب عدم الناصرية. نعم أي حزب ما عدم الناصرية بعد. طيب أنا بس أريدك تفهم سؤالي أرجوك. إحنا للكاظمي ينصفنا. شلون؟ ينصف الناس هذه استشهدت عوال شهداء يعني. طيب. ينصفهم بس. وإذا أنصف يعني أنصف عوال الشهداء شنو نوع الإنصاف؟ شنو نوع الإنصاف اللي تنتظره يا أبو هبة؟ أحزاب ماكو بالناصرية. أي طيب. حزب بلشنا على رؤوسهم. بلشنا على رؤوسهم. تعرف جونس بلشنا؟ أبو هبة. سيد أبو هبة. سيد أبو هبة. بلشنا على رؤوسهم. سيد أبو هبة. طيب أنا أشكرك يا أبو هبة. شكرا جزيلا من الناصرية. شكرا جزيلا للمشاركة. أبو هبة مدى يسمعني. حبيت أسألك كذا سؤال لكن أبو هبة مدى يسمع أو مدى ينطيني فرصة أحكي. أم مصطفى من الموصل تفضلي. أم مصطفى من الموصل. السيدة أم مصطفى موجودة؟ غير جاهزة. طيب بالفعل استطاعت محافظة ذي قار ومدينة الناصرية أن تطهر أو المتظاهرون أن يطهروا مدينتهم من الأحزاب الفاسدة، لكن السؤال إن كانوا هؤلاء هم المواطنون البسطاء العزل، كيف بدولة لديها قانون، لديها نظام، لديها أمن، لديها سلاح لا تستطيع أن تطهر العراق من الميليشيات التي ترفع السلاح بوجه الدولة أولا وبوجه المواطن، ولا تستطيع أن تخلصه من الأحزاب الفاسدة، لا تستطيع أن تخلصه من الميليشيات؟ أما الموضوع كما قال أحد المشاركين بأنه الدولة الموجودة الآن ما تسمى بحكومة الكاظمي والميليشيات هم وجهان لعملة واحدة. أبو علي من بغداد تفضل. أبو علي من بغداد. السيد أبو علي من بغداد فقدنا الاتصال معه للأسف. يعني هناك مشكلة يبدو بحقيقة بالاتصالات مع العراق، يبدو هناك مشكلة في الشبكة، وطبعا هذه أيضا من منجزات حكومات ما بعد الاحتلال، رداءة خطوط الاتصالات وسوء الانترنت. حسين من كربلاء تفضل يا حسين. السلام عليكم استاذ عزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا الميليشيات كيف من السواها؟ طيب من السواها حسين؟ نعم من سوى الميليشيات؟ بس الحكومه هاي الحكومه سوتها. طيب وكل مسؤول كل مسؤول هو عنده ميليشيات. نعم. وكل مسؤول بالدولة هي الموجودة واسم دولة هي ميليشيات في دولة. ليش الدولة تسوي ميليشيات؟ ليش تسوي ميليشيات؟ هذا الشهاد يعني وعن نفسه. أبو سيد حسين صوتك ضعيف ودا يقطع، ممكن تغير مكانك؟ سيد حسين يبدو عندنا مشكلة بالاتصال ويا سيد حسين، فقدنا الاتصال. أنا أشكره وأرجو أنه يعاود الاتصال حتى أفهم الفكرة. معنا السيدة أم حسن من الموصل تفضلي يا أم حسن. أم حسن أرجو منك أنه تنصين صوت التلفزيون للأخير، اسمعيني بس من الهاتف أرجوك. السيدة أم حسن أكيد. ألو
أم حسن نص صوت التلفزيون، نص صوت التلفزيون. فقدنا الاتصال مع السيدة أم حسن. يا جماعة الأخوة المتصلين، أرجو من حضراتكم مشاهدينا الكرام والأخوة المتصلين، ماكو داعي تسمعني من التلفزيون، يعني أنت نعم تريد تسمع نفسك لكن ماكو داعي، طالما صوت حضرتك طالع على الشاشة على الهواء ونتحدث مع بعض أسمع منك وتسمع مني والناس أيضا تفهم، حتى لا يكون أكو صدى صوت وتأخر بالاتصال، وللأسف مثل أم حسن نفقد الاتصال بها بسبب هذا الخطأ. رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول تحية طيبة للجميع، يقول أستاذ محمد، العراق والعراقيون يعيشون تحت رحمة الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين في الخضراء. العراق منذ 2003 ليس لديه حكومة بل مجموعة لصوص سراق المال العام وهدر طاقات العراق. الحشود والميليشيات ومنظماتها وأحزابهم هم حماية لهؤلاء الفاسدين. شكرا جزيلا أبو حاتم. في رسالة، أتمنى قراءة رسالتي، نطالب بالعفو العام يا حكومة. والله ملينا، وينك يا مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي، أنطوا عفو عام وفرحوا الأمهات والزوجات والأطفال. في رسالة من يوسف من فلسطين يقول تحياتي إليك أخي محمد وإلى كل الإخوة العاملين في هذا الصرح والمنبر الإعلامي قناة الرافدين، كما أحيي الشعب العربي الأصيل شعب العراق على كفاحه ونضاله ومطالبته بحقوقه الشرعية من دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال أيضا. فكل الحكومات التي حضرت للعراق بعد سقوط بغداد في 2003 هم حكومات احتلال وتعمل تحت سلطة الاحتلال لا الشعب. فاليوم ظهرت في العراق عملية مرعبة جدا للشارع السياسي الشعبي وليس السياسي الوطني، عملية تصفية عناصر فعالة على الأرض من منتقدي سياسة الحكومتين عادل عبد المهدي والحالي مصطفى الكاظمي. فلو يلاحظ الجميع استهداف عناصر ومن تيارات معينة أمر خطير جدا على مستقبل العراق وشعب العراق، فحذاري للجميع. شكرا جزيلا سيد يوسف، بركة من فلسطين. معنا السيدة أم ليث من ديالة، تفضلي يا أم ليث. شلونك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا، حياك الله، تفضلي. أني والله من ديالة، أني طلعت بريد زوجي صار له إلا وين ما وين، يعني طالب من مصطفى الكاظمي أنا شوف أنه نعم يعني ما أحسن، يعني والله ظلم، يعني لا مدلة لا خبر لا شيء، يعني وين راح؟ نعم. يعني الحكومة ما تشوف النحن، ونطالب من مصطفى الكاظمي بكت نشوف زوجي، والله ما عندي جهال وما عندي، يعني والله من اللي أخذه، من اللي اعتقله، من اللي غيبه؟ والله ما أدري، هو إحنا كنا نازحين من الحويدة وأخذوه، نعم. من الحويدة وأخذوه. ما تعرفون من اللي أخذه؟ والله ما شلون نازحين وخذوهم. نعم. كان صار لنا 4 سنين ما جاي. يعني بالطرق وخذوهم من الطرق. نعم. وما عندي. الله يكون بعونكم، الله يكون بعونكم ويفك أسر كل معتقل بريء. أستاذ محمد يعني الله ظلم. نعم. أنا أشكرك يا أم ليث من ديالة، وصلت رسالتك. نتمنى أن ينتهي حقيقة ملف المعتقلين والمغيبين، هذا الملف الشائك، يعني كارثة هي أيضا من إنتاج حكومات ما بعد الاحتلال وطبعا بتنفيذ ميليشياوي، لأنه أغلب الذين تم تغييبهم يا أما على يد ميليشيات أو على يد القوات الحكومية وطبعا بطرق غير قانونية ووضعوا في سجون سرية حتى. ومع هذا هناك من هو داخل معتقلات السلطة، تعلم السلطة بوجوده، مرقم أو لديه اسم أو مسجل بالأجهزة الكمبيوتر السيستم مالتهم، ومع هذا احنا دا نشوف أوامر قضائية تبنى على وشايات مخبر سري، على وشاية كيدية وتعذيب للاعتراف للحصول على اعترافات من المعتقلين.
وهذه طبعا موضوع مفضوح عالميا، يعني كل المنظمات الحقوقية ذكرت هذه الحقائق وفضحت السجون والمعتقلات وحقيقة ما يحدث فيها داخل العراق. معنا السيد قاسم من بابل، تفضل يا قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أستاذنا العزيز، شلونك؟ الله يسلمك، الحمد لله، تفضل. والله لذلك جاي لكم بالكاظمي، جاي تدور الكاظمي. نعم. هنا نصيحة يعني. نعم. تدعون الله يخلصهم من هاي النماذج، هاي النماذج الحشاك اللي مو. نعم. لا عندهم دين، لا عندهم أخلاق، كل شيء ما عندهم ذولا. نعم. ما يفيد الحكي وياهم والله. ولا كاظمي الحل ما يسووها، انت شفت رئيس وزراء استاذ محمد؟ نعم. هذا العاملي، شنو هذا العاملي يشتبع ببيته؟ عفوا رئيس وزراء هيجي؟ نعم. هذول كل شيء ما يسوون، بس غرده والله غرده من هذا العاملي وشريدك، ما تتوجه كل شيء من غير من اسم ذولا. نعم. وأنا أشكرك سيد الحمد. شكرا جزيلا سيد قاسم من بابل. سيد قاسم ذكر في بداية كلامه نقطة مهمة حقيقة، وهي المناشدات التي تأتي من بعض الإخوة أو من بعض العراقيين بشكل عام، أخوة المتصلين أو العراقيين بشكل عام، لحكومة مصطفى الكاظمي، نناشد الكاظمي أن يحل لنا الأزمة الفلانية. يقول سيد قاسم هو جزء من هذه اللعبة، هو جزء من هذه العملية السياسية. هو من أصلا أتى بمصطفى الكاظمي؟ من الذي جاء بهذه الشخصية من رئيس جهاز المخابرات إلى رئيس وزراء، غير الأحزاب الموجودة اللي طلع عليها العراقيين وطالبوا طلعوا العراقيون وطالبوا برحيلهم، وهي نفس الأحزاب اللي ملأت السجون والمعتقلات بالأبرياء، وهي نفس الأحزاب اللي سمحت بانتشار الميليشيات والسلاح، وهي نفس الأحزاب التي أعطت نظام الفساد والمحسوبية والوساطات وجعلت الشاب العراقي يجلس على الرصيف عاطل عن العمل، وغيرها وغيرها من كوارث حصلت في العراق نتائج حكومات ما بعد الاحتلال. فكيف بالكاظمي وهو جزء من هذه العملية وجزء من هذه اللعبة السياسية أن ينصف المظلوم؟ هذا كلام مختصر أو يعني موضح أكثر من السيد قاسم. السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي، حياك الله. أبو علي سادك، الله يسلمك، حياك الله. اتخاذك بالنافرية قال لك على الأحزاب، قلنا أنت لو مو الأحزاب الشعب منو قاعدك بمحافظتك؟ لولا كلهم والله وكيدك، لولا ذيول التفاصيل وهذا الجهاز ماكو أصلا، هذا تلقيلوب. أبو علي، أبو علي على كيفك، لحظة، هو ده يقول لك الرجال إحنا بسبب الأحزاب حياتنا صارت خراب، ما نريدهم ولذلك حتى نرتاح. ضحكت 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 يعني كيف بالحالة هذا في هذا ما عنده عقل هاي الحال. طيب طيب بيصير. ضحت بشنو؟ ضحوا بشنو؟ ألو. الأحزاب، الأحزاب والميليشيات ضحوا بشنو؟ صور كفر بغداد كل الشهداء الحديد والمقاومة. طيب. بسم الله محمد. نعم. أنا أشكرك يعني يا أبو علي. شكرا يا أبو علي من بغداد. أبو علي يتحدث عن التضحيات. طيب إذا يقول إنه ذولا مقاومة، إنه ذولا الميليشيات اللي موجودين هسه بالشارع مقاومة، فماذا عن من قاوم الاحتلال فعلا الذي دخل إلى العراق ونشوفهم اليوم موجودين بالسجون والمعتقلات بتهمة إرهابي؟ مو ذولا مقاومة؟ لو المقاومة على ناس وناس لا. طيب الميليشيات الموجودة تسمى مقاومة، شلون مقاومة والطيران الأمريكي كان يحميهم بالجو لما كانوا يقاتلون داعش؟ شلون مقاومة والقواعد الأمريكية منتشرة بالعراق والقوات الأمريكية موجودة في بغداد وهم مدى يقربوا لهم؟ وطبعا حوادث كثيرة عن الانتهاكات التي حصلت على يد الميليشيات وداعش، على يد الميليشيات، ميليشيات الحشد تحديدا. منظمة هيومان رايتس ووتش قالت بأن الانتهاكات أو الجرائم التي قامت بارتكابها هذه الميليشيات اللي هو دا يقول عليهم مقاومة والحشد وضحوا،
هذه الجرائم والانتهاكات ترقى لتكون بمستوى واحد مع انتهاكات وجرائم داعش. الأمم المتحدة حذرت حكومة حيدر العبادي عفوا في وقت سابق من انتهاكات وجرائم ارتكبت على يد الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي والقوات الحكومية بحق المدنيين في المحافظات المنكوبة اللي جرت بها العمليات العسكرية اللي اسمها الغربية بالمصطلح المحلي. انتهاكات وصلت إلى الإعدامات الميدانية والتمثيل بالجثث والدهس بالدبابات وغيرها وغيرها من قصص وجرائم وانتهاكات. حرق قرى في محافظة صلاح الدين، نهب لمدن كاملة في الأنبار وفي صلاح الدين وفي غيرها على يد هذه الميليشيات. تذكرون حضراتكم مشاهدينا الكرام في بداية العمليات العسكرية بالأنبار فتحت أسواق لبيع البضاعة أو لبيع ما تم سرقته تحت مسمى الغنائم في المحافظات الجنوبية من قبل عناصر وأفراد في ميليشيات الحشد اللي يسميهم الأخ أبو علي مقاومة. السيد أبو مصطفى من الأنبار، تفضل يا أبو مصطفى. أبو مصطفى، أبو مصطفى نصي صوت التلفزيون رجاء أخي. والله نصي صوت التلفزيون. أم مصطفى. أم مصطفى، أم مصطفى. طيب ها طيب أدنى أبو مصطفى وراء السيدة أم مصطفى، تفضل يا أم مصطفى. السيدة أم مصطفى من الأنبار، تفضلي. من الموصل؟ من الموصل. حياك الله، تفضل يا أختي. الله محييك. الله يسلمك. أستاذ محمد أنا عندي معتقل. نعم. شلون العفو؟ وهو عندي معتقل. نعم. نعم. وهو يعني مخبر سري. رأساً مخبر سري تهمة 4 إرهاب وراح هو. وعشرين سنة حكم يعني أنا اتحمم علي قالوا لي ابنك ما عنده كل شيء ما عنده مظلوم من هنا يطلع. نعم. أشوف بعدين أسمع الخبر ابنك. محمد وأبوه نسمع الخبر توفى. نعم. وأني أرملة وعندي أيتام. أنا بتصدق علي تصور من يقول أريد مصرف أنا الحين هم لا لا عندي راتب. شفت المحفور اللي جوا الأيتام بعتها ومن هنا ومن هنا بصدق علي الناس وديت لمصرف وأني أسا سنة كلمة. الله يكون بعونك. أعاني ما رحت له ما أدري شلونه. طبعا أكو حرمة سنها سجين يقول يما جزيلي 100,000 على مود يحولونا على غير قاعة ليش؟ بها أوسى ما بها ازدحام ب 100,000 يحولون. ليش هالظلم يا أستاذ محمد؟ نعم. نزل ابنك يوم واحد تقدر ما تشوفه؟ الله يكون بعونكم يا مصطفى. الله يكون بعونكم. ان شاء الله يا رب صوتك يوصل يا مصطفى ونتمنى ان شاء الله يا رب الافراج عن كل المعتقلين الابرياء اللي حكموا بتهم كيديه وبظلم من قبل مخبر سري وبسبب فساد القضاء والقانون في العراق. انا اشكرك يا مصطفى وكان الله بعونكم اهل الموصل بشكل عام حقيقه يعني معاناه وكارثه من دمار وجرائم ترتكب بحقهم من قبل ميليشيات وحتى القوات الحكومية. أبو مصطفى من الأنبار، تفضل يا أبو مصطفى. السيد أبو مصطفى من الأنبار موجود؟ فقدنا الاتصال. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين أخويا محمد نطلب من الدول العربية يكونون منصفين لا يتهمون أهل السنة دواعش ويشجعون الميليشيات على قتل السنة ويعتقلوهم بحجة داعش. والله أكثر من 90% من المسجونين أبرياء. يعني بصراحة هذا الموضوع يعني لا يوجد على المستوى العربي نتكلم ما شفنا دولة عربية يعني خرجت بهذا الاتهام. لكن يعني كان هناك محاولات طائفية نعم لإلصاق التهمة بطائفة معينة واتضح للجميع أن هذا التنظيم هو لعبة دولية وهو تنظيم إرهابي متطرف وطبعا أذى الطرفين
لكن وقع الضرر الأكبر على أبناء محافظات معينة معروفة طوائفها، والجميع يعلم في العراق كيف حدث الأمر، وارتكبت يعني انتهاكات طائفية بدوافع طائفية على يد ميليشيات الحشد وغيرها من الميليشيات اللي يقول عليهم أبو علي ذولا مقاومة. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة، ينبقى دقيقة واحدة فقط. أبو ضحى من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. عجبا لعراق يعدم فيه بريء ويطلق سراح مجرم. أقول لقضاة العراق وجبناء الكواتم، لا مفر لكم من المتظاهرين، ستسحبون إلى المشانق في ساحة التحرير. في رسالة، تحية لقناتكم، بس أريد أعرف يعني الكاظمي ما يسمع مناشدات الأهالي ويرى أحزان الأهالي على أولادها السجناء، يعني يسوي نفسه ما يسمع وما يشوف. نحمل الكاظمي وجميع السياسيين أي الحكومة العراقية بكاملها مسؤولية أي شيء يصير بأولادنا السجناء. في رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي العزيز، نطالب بالعفو العام عن إخواننا المعتقلين، والله تعبنا هواي، هسه العفو ماكو، مواجهة ماكو، نريد نعرف مصير أولادنا، شوفونا حل، والله تعبنا وشكرا. نور أحمد من بغداد، شكرا لك أو لك يا نور. في رسالة، السلام عليكم أستاذ محمد، وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين، سمعنا خبر أنهم موجودين في مطار المثنى، والله أبرياء، فرحوا الأهالي وأطفالهم، والله محرومين أكثر من 4 أعوام، حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من رسائل واردة قرأناها جميعا اليوم. قبل الختام ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما سيظهر أو ظاهر الآن على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام الانتقال إلى التردد الجديد ومتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.